قاضي تحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق الأستاذ نور الدين البحيري. أولا لو توضحينا يعني عنوان الإيداع هذا وعودة على ملابسات الإيقاف أو الاختطاف يوم السبت. بطاقة الإيداع هي معناها في ضمن سلسلة كاملة من الاعتداءات والتجاوزات اللي صارت من البارح حتى اليوم. بطاقة الإيداع صارت في ملف على تدوينة قيل انها نسبت للاستاذ نور الدين البحيري، مازلنا ما رينا حسينا ما عندهاش علاقه. لا فما محضر معاينه للتدوينه هذيك، لا فما نص التدوينه معناها منين جابوه. من التدوينه هذيا معناها تآمر على امن الدوله، معناها شخص وحده في ملف وحده متهم وحيد باش يتآمر على أمن الدولة، باش يتآمر على أمن الدولة بالتدوينة عبر فيها، حتى لو أنها معناها هذه التدوينة هذيك عبر فيها على أنه ضد الانقلاب، معناها يتوقف محامي بدون احترام أي إجراءات معناها تاع المحاكمة العادلة اللي يحكي عليها قيس سعيد. البارح سيدي الكريم التاسعة ليلا معناها نوقد الباب، شفت نلقى برشا ناس. أول أمس مش البارح، أول أمس. أول أمس نلقى بداو يضربوا في الباب بقوة، هبطت أنا حليت الباب وهما اقتحموا علي الدار قرابة 30 شخص. قرابة 30 شخص بالزي المدني. اقتحموا علي الدار، انا نقول لهم شكونكم انتوما؟ بعد قالوا لي انا نحن امن هي تعطيوني وراقكم، شنو جيتوا تعملوا؟ تنزلوا البحيري، اي تنزل البحيري صار عندك اذن؟ ما عنديش. بعد اخذ ورد معناها يوري فيا في اذن، يقول قال اذن هو في تليفون يهز يدور في التليفون يقول لي هاو الاذن. انا الاذون راهي الاذون كتابيه ماهيش تليفونيه، ما سمعت على اذون في تليفون. ثم تم معناها اختطاف ابني الكبير، هزوه معناها بالمنوط ومن اول ما دخلوا ما عرفت حتى فين حطوه، كان بعد معناها ساعه ونص باش روح لي. فكون التليفونات نتاعنا الكل اعتداء على ولدي وعلى بنتي وعلي انا وعلى الاستاذ البحيري. معناها راهم العنف اللي استعملوه شيء كبير، والعنف اليوم اللي استعملوه ريناه اليوم بادي على جسم الاستاذ البحيري. يده اليسار معناها ما عادش ينجم يحركها. في ساقيه معناها ضربين في ساقيه، ضربين في يده الاخرى. اللي درست انه الطبيبه نتاع الوحده الصحيه نتاع مركز اللواء نتاع بوشوشه رفضت باش تقبلوا وقالت لهم لا مش هو هذايا. ثم بعد قال يحكي الاستاذ الكريم انه بعد الكثير معناها من الاخذ والرد معناها قبلوه في المركز اللواء هذاك نتاع البوشوشه، ولكن الطبيبه قالت لهم تهزوه للسبيطار خاطر فما امكانيه نتاع كسر نتاع يده. هو فعلا يده كلها هابطة ويد منفوخة وعنده جاته حتى التقيؤ معناها انه يتقيأ، وهذيك هذول علامات الكسر. قلت لهم تهزوه وعطتهم رسالة للمستشفى شرنيطور. معناها ولكن إلى حد الآن معناها لم يتم إسعافه، رغم انه الطبيبة أكدت عليهم انه يهزوه لأنه هو عنده ضغط الدم تاعو عالي والسكر القاتو عالي ويده معناها فما امكانيه نتاع كسر، معناها يجب علاجه واسعافه بطريقه سريعه باش ما تكونش عندها مضاعفات. وزير عدل معلوم المكان استاذه، لماذا اللجوء الى الاختطاف وبالقوه وليلا؟ زوار الليل، ولينا نعيشوا في زوار الليل، زوار الليل اللي تدخل تقتحم البيوت، تبعثر معناها محتويات المنزل، تعتدي على الابناء،
تعتدي على الزوجة، هذا اللي تويك نحن في تونس تو نعيشوا فيه. معناها الأستاذ البحيري هو محامي، وفما إجراءات خاصة للمحامين تحميها، معناها مرسوم المحاماة، لكن وفما فصل 46 فما 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 عندنا نحن هو فما ضمانات، بعض الضمانات اللي هي ضمانات ضمانات اللي بس حتى المحاكمة تكون محاكمة عادلة، لكن معناها ولا احترام لأي معناها شرط من شروط المحاكمة. خاصة الآن الأستاذ البحيري هو على ذمة قضايا أخرى يعني موجود. لا 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 لا، هذه معناها اليوم في التحقيق 33 بالمحكمة الابتدائية في تونس، والغريب في الأمر أنه أنا من اليوم الصباح وأنا نسأل في النيابة العمومية موجفين موجود عندكم، يقولوا لي مع الناس النيابة العمومية قالت مع الناس ما في باليس ما في باليس. وبعد يتضح أنه في عند التحقيق 33 اللي لم يحترم، معناها تصور تحقيق معناها يأذن بتفتيش التفتيش منزل ومن بعد معناها تم اختطاف الأستاذ البحيري من الساعة 9 وهو حتى للساعة 11 باش أذننهم بالاحتفاظ في ورقة معناها غير ما فيهاش شروط نتاع واحترام للإجراءات القانونية. وبالتالي الأستاذ البحيري من التاريخ اللي هزوه، من الوقت اللي هزوه، من الساعة اللي هزوه حتى الساعة اللي هو أذن بالاحتفاظ بها بدون معناها لا سمعه لا شاف الأوراق لا شاف لا شاف لا شاف الإجراءات اللي تعملت ويأذن بالاحتفاظ به وقتها، ويبدو أنه أنا حسب الأوراق اللي ريناهم اليوم أنه لفما قرار بتاع تتبع، لفما الاحتفاظ غير قانوني، لفما قرار بالاحتفاظ اللي فيه تنصيصات الجبرية اللي جاء بها القانون عدد 5 لسنة 2016. هذا الكل معناها تم دوس اليوم تم دوس القانون، اليوم تم نعم. دوس الإجراءات اللي يحكي عليها قيس سعيد، اليوم تم دوس شروط المحاكمة العادلة، اليوم تم دوس مرسوم المحاماة، اليوم معناها رينا ملف خالي من كل الوثائق إلا من هالتدوينة المزعومة هذية، ورينا السيد قاضي التحقيق اللي تم التجريح فيه والطب اليوم معناها تجريح في المحكمة الاستئناف في تونس، تجريح في السيد القاضي هذايا نعم. اللي هو ورى انه هو غير محايد غير مستقل، هو يقعد يطبق في تعليمات واكثر من ذلك انه الاستاذ البحيري من يصل بحذاه وراء حالته وعاين، هو بيدو عاين، فما محضر في المحضر عاين الوضعية الصحية، عاين الاعتداءات على الأستاذ البحيري، وما تمش إسعافه، وهذايا معناها راهو عدم الإنجاز القانوني. الأستاذ البحيري تعرض للتعذيب، وكل من شارك في التعذيب وكل من تواطع في التعذيب فهو معناها ينجم يتحال أمام معناها المحاكم التونسية ولا المحاكم الدولية من أجل جريمة التعذيب اللي راهي قول لهم راه جريمة التعذيب ما تتقدر، ليس ما فماش تقادر، ما فماش معناها ما تسقطش بمرور الزمن، ونحن رانا باش نتبعوا كل شخص اعتدى على الأستاذ البحيري، اعتدى على القانون، هذا لم يحترم القانون، لأن نحن ماناش فوق راسنا ريسة، إذا كان فما محاكمات وفما لكن احترم القانون، واضح احترم شروط المحاكمة العادلة. شكرا جزيلا أستاذة، إن شاء الله القانون يأخذ مجراه بالفعل دون تعسف، وكل التضامن أستاذة، كنت معنا من تونس وأبقى مع ضيفك.